عاوز حاجة تانية يا أستاذ إيهاب؟ لا. طب ما تزقش. في يا جنة؟ أنت خدت عليها قوي كده ليه؟ أصل بصراحة أنا بستريح قوي وأنا قاعدة معاك، باخد راحتي. أخبار وحيد إيه؟ بيموت في التراب اللي بمشي عليه، بس أنا ولا شايفاه. ليه بقى إن شاء الله ولا شايفاه؟ هو حد يطول إن وحيد يهتم بيه؟ القلب ما يريد يا أستاذ. بس القلب أحياناً بيخدع يا جنة. لكن لو فكرنا بعقلنا شوية هنشوف الأمور بشكل مختلف. وحيد ده واحد من البيت، أنا شخصياً بحبه وبعتبر واحد مننا، عشان كده أنا بعتبر إن وحيد ده مناسب ليكي جداً وعايزك تفكري فيه. دي نصيحتي ليكي. أنت ليه دايماً يا أستاذ إيهاب بتزقني على وحيد؟ بصراحة يا جنة عايز أستعيد ثقته فيا. وحيد من نوع الطيب، ولما بيزعل بيبقى صعب جدا انك ترجعيه تاني، عشان كده انا عايزك تساعديني. طب ما تصفى لي انت يا ايهاب. ايه يا ايهاب دي؟ اتجننتي ولا ايه يا جنة؟ في ايه؟ انت زعلت؟ لا مؤاخذة، اصل انا بصراحة يعني ببقى مبسوطة قوي يا استاذ ايهاب لما ايه ان شاء الله؟ لما يعني بتيجي اوضتك ببقى عايزة اطلع اقعد معاك على طول. ده انت عايزة تشاركيني اوضتي بقى؟ انا عايزه اشاركك حياتك. احنا هنعيده تاني يا جنة؟ طب تصدق ان انا حلمت ان احنا اتجوزنا؟ انا وانتي؟ ايوه، وكانت ليله الدخله كمان. لا ده انت كده اتجننتي رسمي بقى بجد. اسمعي يا جنة، انا مش عايزه اوريكي الوش التاني، لكن في كلام لازم تسمعيه بجد. قول يا سيد الاستاذ. لو حتى حلمتي مجرد حلم ان احنا اتجوزنا فكده تبقى اتجننتي رسمي. بره يا جنة، بره، وما تجيش هنا تاني، ولو طلبت منك اي حاجه ما تجيش، اي حد تاني غيرك يجي، فاهمه ولا اقولك كمان؟ فاهمه يا سي الاستاذ، فهمت كل حاجه. بالاسم. كنت فين؟ وحيد، أنا كنت بنظف. كدابة. أنا كدابة برضو يا وحيد. كنت عنده صح؟ وأنا إيه اللي هيطلعني عند إيهاب بس؟ ما قلتش إيهاب ولا يوسف، أنت اللي اعترفتي. يا وحيد أنت فاهم بس الموضوع غلط. فاكرك تستاهلي، طلعتي ما تستاهليش. يا وحيد انا ما تقوليش اسمي.